بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل يا اخواني اللي هو الاكسر اللي كنا شغالين فيها اللي هي الاكسر 19. كنا وصلنا لعند الجروب سيرفنج الثاني المره الماضيه. من هنا الحصه او هنا خلاص نقل ما ننهي قبل ما نخلص الجروب سيرفنج 2. الجروب سيرفنج 2 هنا في عندنا اللي هو هذا هاي الجيرز او هاي المسننات. عندي انا هنا عندي هنا انا معطيني طبعا زي ما انتم شايفين في الرسم عندي هنا الاثنين جيرز هذه في الجير A والجير B. طيب معطيني هو اكسلريشن الA اكسلريشن الA اللي هي هذا انجولر اكسلريشن اللي هو 4.5 راد بير سكند سكوير ومعطيني الراديوس تاع الجير A اللي هو 75 ملم اي 75 ملم. معطيني بعدين كمان راديوس الجير بي كويس الجير اي والجير بي بيعملوا تاتش عند البوينت بي. هو على كل حال معطيني راديوس الجير بي قايل لي انه الجير بي الراديوس تاعه اللي هو 225 ملم ومعطيني كمان في نفس الوقت راديوس الديسك الداخلي اللي هو انا حسميه الراديوس تاع الديسك دي اللي هو 125 ملم. طيب السؤال الان بقول لك انه بده الفيلوسيتي تاع السلندر سي بده الفيلوسيتي تاع السلندر سي اللي تحت. طيب يعني هو طلب الفيلوسيتي تاع السلندر سي طلب فيلوسيتي سي والمسافة طبعا هو عايز الفيلوسيتي خليني بس اوضحش حاجة هو عايز الفيلوسيتي تاع السلندر سي اللي هي الفيلوسيتي الفاينل. ليه؟ لانه هو قال افتر 3 سكند وعايز الديستانس عايز الديستانس او اللي هي يعني دلتا اس السلندر سي هذول عايزهم الاثنين لما التايم بيساوي 3 سكند. طبعا هذا سؤال بسيط يعني انا عشان احل لازم اعوض قيمه ال لازم اعوض قيمه يعني لازم يعني اعوض مش بس قيمه التي ولازم يعني انا عايز طبعا هو اكيد بدا من الصفر يعني بدا من السكون. طيب فانا عندي قال هو اصلا بيقول لي ستارت فروم ريست ايوه خليني ايوه البي سي ال1 هذه زيرو متر بير سكند لانه هو قال لي ريست. طيب انا على كل حال البي سي 2 هي البي سي 1 زائد الاي سي في تي والدلتا اس السي هي في سي ال1 في تي زائد نص الاي سي تي تربيع ولانه الاي سي بزيرو يعني الحدين الاوائل بيروحوا فخلاص يعني اصلا عندي هنا واضح انها انه الفي سي 2 بتساوي الاي سي في التي دلتا اس سي بتساوي نص الاي سي في التي تربيع. هل بالنسبه للفي سو الفي سي 2 والدلتا اس سي كليهما يعني التايم هي موجود ثلاثه تايم هيو ثلاثة سكند موجود. المشكلة في مين؟ في الأكسلريشن تاع السي. عشان أوجد أكسلريشن السي لازم أحاول أستفيد من إيش من الأشياء اللي جيفن اللي هي الأنجولر أكسلريشن عند الجير A وأستفيد من اللي هو R ال B و R ال A و R ال D. طيب بدينا نحل السؤال هذا فكبداية بما إنه الجير A بيعمل تاتش مع الجير بي اذا معناها ان والبوينت بي ممكن تعتبرها نقطه على الجير اي وممكن تعتبرها نقطه على الجير بي اذا التنجنشال اكسلريشن عند البوينت بي ممكن تاخذه من بالنسبه للجير اي وممكن تاخذه بالنسبه لمين للجير ممكن يعني ممكن التنجنشال اكسلريشن عند البوينت اي ممكن تاخذه بالنسبه للاي وممكن تاخذه بالنسبه للبي. التنجنشال اكسلريشن زي ما بنعرف اللي هو عباره عن الالفا في الار
إذا ألفا الـ A في R الـ A تساوي ألفا الـ B في R الـ B. هذه هي الفكرة. يعني بهذا الشكل إحنا نكون كده أوجدنا إيش الأنجولار أكسلريشن عند البوينت B. إذا هذا هو ضرب ضرب الأنجولار أكسلريشن عند الـ A اللي هو 4.5 ضربه في الـ R الـ A حطها بالمليمتر. مش مهم ما هي أصلا بالمليمتر. يعني لو أنت حولتها أيوة الألفا البي في آر البي اللي هي 225 ملي. فأنت يعني لو حولتها حيروح التحويل هنا مع التحويل هنا كويس. يعني حتروح الملي بالملي. يعني فيش داعي. على كل يعني الألفا البي بيساوي الأربعة ونص ضرب الخمسة وسبعين على 225. صراحة طلعت الألفا بي بتساوي 1.5 راديان على سكند سكوير. هذا بالنسبة لمين؟ هذا بالنسبة للألفا بي. الآن البي والدي الجير بي والديسك دي لاحظ إنهم both of them mounted at the same axis. يعني كليهما محطوط على نفس المحور. يعني ألفا البي يعني أنا عندي القرص دي وعندي هذا اللي هو إيش الجير. هذا اللي هو الجير بي وكليهما قاعد بيلف هذا الأكسس نفسه. هذا النقطة نفسها. هذا الدي وهذا البي كليهما بيفروا على نفس المحور. فصراحة اللي أوجدته هذا هو مش ألفا البي بس. هذا ألفا البي وفي نفس الوقت هو ألفا الدي. طيب إذا أنا استطعت كده أن أحسب مين؟ ألفا الدي. ألفا الدي بتساوي 1.5. الآن ألفا الدي وصلنا له بيساوي 1.5 راد بير سكن. إذا انتبهتوا يا شباب الدي هذا موصول مع مين؟ القرص الدي موصول مع مين؟ موصول مع السلندر سي. طيب يعني معناها معناها هي ار دي معناها اني انا ايش حساوي؟ معناها انه الاي تانجنشال عند البوينت معناها انه الاكسلريشن معناها انه اكسلريشن السي هو ايش؟ هو الاكسلريشن التانجنشال عند هو الـ A tangential عند الـ D لأنه أيوه لأنه الـ C طرف الحبل موصول مع الـ C موصول مع مين؟ يعني موصول مع الـ tangent تاع الـ disk. وبالتالي الـ AC هي نفس الـ A tangential تاع الـ D. طيب وعلى أساسه الـ A tangential يعني حضرب اللي هي ألفا الـ D حضربها في R الـ D. إذن الـ AC حيساوي الـ 1.5 ضرب صراحة هنا محتاج أني أحول 125 ملي على 1000 كويس. إذن الـ AC بتساوي اللي هي 0.1875 والوحدة متر بالسكند سكوير. الآن أرجع للمعادلات تاعتي. طبعا لاحظوا أن اتجاهه لوين؟ للأعلى. كيف حكم هو؟ على أي أساس حكم من اتجاهه للأعلى؟ أنا أقول لكم على أي أساس حكم من اتجاهه للأعلى. يعني إذا المسنن إيه طلع شرط. إذا المسنن إيه بده يدور كذا كويس هو يعني كلوكوايز بهذا الشكل. المسنن بي حيش حيدور كاونتر كلوكوايز. إذا المسنن إيه دار كلوكوايز مسنن ب وشرحه اللي هو القرص دي كليهما كيف حيدوروا؟ حيدوروا هذه ألفا بي وألفا دي كليهما حيفروا كاونتر كلوكوايز. طبعا لما بيفروا كاونتر كلوكوايز معناها هذا حيطلع كده. معناها النقطة ايه هذه وين حتتحرك؟ يعني الاي دي التنجنشال حترتفع للأعلى. يعني الاي سي حيكون لوين؟ لفوق.
على كل من الـ يعني هذا بقدر احدده انا بسهوله الـ AC اللي هو 0.1875 متر على سكند تربيع والدايركشن تاعه كان لا. طيب الان زي ما احنا شفنا المعادلات احنا قلنا انه الـ V 2C بتساوي V1C واللي حكينا عنها صفر زائد الـ AC في الـ T يعني الـ V2C بتساوي الفاصلة 1.875 ورحنا ضربناه في الـ تايم 3 هاي طلعت فاصلة خمسة ستة ثلاثة متر لكل ثانية وكمان هي اتجاهها للأعلى الدلتا اس سي بيساوي ال في 1 سي في التي زائد نص ال اي سي في التي تربيع وهذه راحت كويس فصار عندي الدلتا اس سي بتساوي نص الـ AC اللي هي فاصلة 1.875 ضرب الثلاث تربيع فصارت هذه اللي هي 0.844 متر واتجاهها كمان للأعلى يعني الـ V2C والدلتا SC ليهما اتجاهه للأعلى زي مين؟ زي الـ AC اتجاهه للأعلى كلهم في نفس الدايركشن. هذا كان بالنسبة يا شباب للسؤال هذا. طيب معطيني هنا سؤال 16 واحد سؤال بسيط بقول انه الانجولار فيلوسيتي اللي هي الاوميجا ومعطيني اياها اللي هي 5 تي تربيع زائد 2 وقال لي هذا بالراد بير سكند بقول عايز قيمه الفيلوسيتي والاكسلريشن يعني عايز الفي والاكسلريشن اللي هو الاي متى لما التي بيساوي نص سكند الفي بتساوي الأوميجا في الار والاي طيب انا خليني اول حاجه ملاحظه هو عايز الماجنيتيود فالأوميجا انا اول شيء اروح اطلع الأوميجا كماجنيتيود يا شباب قبل ما اعمل اي حاجه اطلع الفي الأوميجا الأوميجا بتساوي 5 نص زائد 2 نص تربيع ربع في 5 يعني 1.25 زائد 2 1.25 زائد 2 3.25 طبعا الوحدة على سكند هو سألني عن الفيلوسيتي الفيلوسيتي اللي هي ايش هتكون طبعا هو عايز ميليتيود يعني اوميجا في ار يعني 3.25 ضرب 8 بالعشرة صراحة 3.25 ضرب 8 بالعشرة فهذا هتعطيني 2.6 متر بالسكند. الحين جينا أمين المطلوب الثاني الألفا اللي هي عبارة عن دي أوميجا على دي تي دي أوميجا على دي تي اللي هي يعني أشتق دي باي دي تي لمين للخمسة تي تربيع زائد 2 الألفا شو صارت بتساوي 10 تي زائد 2 الحين الألفا شو بتساوي 10 في نص زائد 2 فطلع صراحة طلعت 7 راد على سكند تربيع إذن خليني بس ثبت الدبليو قيمتها 3 خليني بس أسجل المعلومات عشان أحطها أمسح الصفحة إذن قلنا يا أخوة يا أعزاء إنه قيمة الـ W اللي هي بتساوي 3.5
25% طلعت على السفن. والفيلوسيتي طبعا هذا كله عند الزمن نصف ثانية. الفيلوسيتي اللي هو قيمته 2.6 × 10 متر لكل ثانية. بالنسبة للألفة، الألفة اللي هي قيمتها 7 راد على سكند تربيع. طيب نمسح الأشياء اللي بدنا نمسحها الآن. الأشياء اللي إحنا أوجدناها عشان سعين نمسح الصفحة ونقدر نكمل. الآن أنا عايز أوجد الأكسلريشن. الأكسلريشن اللي هو عبارة عن تحت الجذر للـ AN تربيع زائد الـ AT تربيع. بالنسبة للـ AN، الـ AN اللي هو إما أجيبه من طبعا الـ R عندي معروفة، الـ R اللي هي 8/10 متر. الـ AN زي ما قلنا إما V تربيع على الـ R أو الـ R في الأوميجا تربيع. تقدر تستخدم دي وتقدر تستخدم دي. خلاص الـ N اللي هو 2.6 تربيع على 8/10، وهذا حيساوي، وهذا طلع اللي هو 8.45% متر بالسكن تربيع. وبالنسبة للـ AT دايركتلي اللي هو عبارة الألفة في الـ R، واللي هو 7 × 8/10. صراحة الـ AT طلع كم قيمته؟ 7 × 8/10 فطلع 5.6 متر بالسكن تربيع. الحين أنا عايز أوجد الـ A magnitude، هو طلب magnitude. إذا تتبهوا شباب قال لك determine the magnitude of velocity and acceleration. فالـ A اللي هي الـ AN تربيع زائد الـ AT تربيع تحت الجذر، يعني 8.45 × 5.6 هذا تحت الجذر. يعني الـ A بيساوي أي تربيع زائد 5.6 × جذر، هذا الأنسر اللي هو 10.137 متر لكل ثانية تربيع. إذن هذا هو الإيش؟ يساوي 10.137 إذا هذا واحد من المطاليب، وهذا المطلوب الثاني. كويس؟ طيب نشوف السؤال. ايوه السؤال اللي بعده هيو بقول انه عندنا ديسك واعطاني الدبليو نوت. اعطاني الدبليو نوت اللي هي 8 راد بير سكند، هذه الانيشال انجولر، هذه الانيشال انجولر فيلوسيتي. واعطاني الالفا اللي هي كونستانت 6 راد على سكند تربيع، وقال لي ديتيرمين ذا ماجنيتيود اوف فيلوسيتي اند ان اند ذا ان ان تي اوف ذا كومبوننت اكسلريشن، وقال لي انه التي نص سكند. طيب معطيني اذا هو النقطة ايه، هو اسئلته قاعدة عن نقطة ايه. اذا انا الار اللي هي تعتبر بعد النقطة ايه اللي هي 6/10، لكن لو كانت الاسئلة على النقطة بي كانت المفروض ناخذ الار 45%. الار الحين حناخذها 0.6 متر. طيب يفترض انه عندنا ايش اللي عندنا؟ يفترض انه الدبليو بتساوي الدبليو نوت زائد الالفا في التي. فالدبليو هي الدبليو نوت اللي هي 6، كويس، زائد الدبليو نوت 8، عذرا يا شباب 8، زائد 6 ضرب نص. 8 + 3 هذا 11 راد
على سهم. طيب الآن هو عايز الفيلوسيتي، الفيلوسيتي اللي هي الار في الأوميجا، والار هي 6 بالعشرة والأوميجا هي 11. هذه طلعت الفيلوسيتي 6.6 متر لكل ثانية. طيب بالنسبة للاي ان هي عبارة عن الفي تربيع على الار، هي 6.6 تربيع على الار اللي هي 6 بالعشرة، هي 6.6 تربيع قسم 6 بالعشرة، وهذه صراحة قيمتها 72.6 متر لكل ثاني تربيع. طب بالنسبة للاي تي، الاي تي هي عبارة عن الالفا، الالفا 6 والار 6 بالعشرة، وهي 3.6 متر بير سكند سكوير. اذا هذا مطلوب وهذا مطلوب وهذا مطلوب. السوليوشن هي الـ AT، هي الـ AN، وهذا الـ Acceleration Total. بالنسبة للسؤال الثاني اللي احنا الحين حليناه، هذا السؤال بالفيت يا شباب، هذا السؤال بالفيت، ولكن يعني الفكرة نفسها، يعني الـ V هي R في أوميجا، والـ AT هي R في ألفا، والـ AN هي أوميجا تربيع في R، أو اللي هي V تربيع على R. طيب أعطيني هنا، ممكن نحل السؤال، ممكن نحل السؤال 16.3. سؤال 16.3 بيقول لي إنه عندي الأكسل، عندي 16.13 هذا قصدي، معطيني الجير A، معطيني الأوميجا نوت إله، معطيني إياها 20 راد بير سكند، ترى معطيني اياها كلوك كويس، يعني بتدور مع عقارب الساعه، ومعطيني الالفا اي، معطيني اياها فانكشن 4 تي كيوب، وقايل لي انه التي بتساوي تول، طبعا قايل لي برضه انه كمان يعني وريني في الرسمه انه كلوك كويس كمان، وقايل لي انه التي بتساوي معطيني انه التي بتساوي 3.2 سكند، وقال لي determine the angular velocity of gear B، يعني هو عايز ال W ال B، يعني عايز ال W B ال 2. طيب هذا سؤال بسيط، في شي حاجة، radius ال gear، radius ال gear A هي ايش؟ radius A هيها من الرسمة واضحة، اللي هي 5% متر، والراديوس الجير بي 15% متر. احنا
ممكن نصغر شوي الرسمة. ايوه 15 ملم. طيب السؤال الان كالتالي، انا حروح اطلع الالفا اي كقيمه، لانه انا مش عايز اتعامل معها، مش عايز اتعامل معها كفانكشن يعني، خلاص ما دام انا عذرا اللي عايز عذرا انا خربطت الشغل. طيب الاكسلريشن التنجنشال عند البوينت اللي هي بوينت التلامس، اللي هو التنجنشال عند الاي يساوي التنجنشال عند البي، لانه النقطه تعتبرها نقطه التلامس الكونتاكت بوينت، ممكن تعتبرها انها بوينت على اي وممكن تعتبرها انها بوينت على بي. التنجنشال اكسلريشن لها واحد، الهون اللي هي الفا اي في ار ال اي يساوي الفا بي في ار ال بي. هاي 4 تي تكعيب، وهي ضربت في ار ال اي اللي هي 5%، وهي الفا ال بي وضربت في 15%، قسمت على 15%، قسمت على 15%، صراحة راحت ال 15 مع ال 15، صراحة هذه صارت الالفا الالفا البي، صارت هذه طبعا ال 15، هذه اعطتني ثلث، صارت الفا البي اللي هي 4/3 تي تكعيب. اذا الفا البي 4/3 تي تكعيب. الان هذا بالنسبة للألف البي. أنا شو بدي أسوي؟ نفس الفيلم، أنا عايز أطلع مين؟ الـ W نوت الـ V نوت. أيوة الـ velocity عند الـ B، الـ velocity عند الـ B، الفلوسيتي عند البوينت الفلوسيتي البوينت سواء كانت من جهة الـ A ولا من جهة الـ B متساوية. فالـ R الـ A W نوت الـ A تساوي R الـ B W نوت الـ B. أنا طلعت ألفا الـ B، الحين بطلع W نوت الـ B. طيب حطيت 5% في 20 تساوي 5% 15% في دبليو نوت البي على 15% على 15%، صراحة طلع عندي دبليو نوت البي شو بتساوي؟ بتساوي 20/3. بس في حاجة عايز انبهكم لها يا شباب، انه اذا دبليو نوت البي 20/3، هذه راد سكند، وهذه كاونتر كلوك وايز، لانه هذا لما بيدور هيك، هذا لما بيدور هيك الثاني بيدور عكسه. طيب والفا البي 4/3 تي تربيع راد على سكند سكوير كاونتر كلوك وايز. الحين هذه انا هنا ما اقدر استخدم معادلات الحركه، لانه هذا مش كونستنت اكسلريشن، هذا صراحه انا اعرف اقدر استخدم المعادله اللي هي اللي حنكمل فيها، لانه لما ما يكونش التفاعل، لما يكونش الاكسلريشن كونستنت ارجع للمعادلات الاصليه اللي هي الالفا دي تي، حكامل هنا من الدبليو نوت للدبليو، حكامل هنا من التي نوت للتي. التكامل بدا هنا من الزيرو، وهنا بدا من 20/3، ويصير عندي دبليو ناقص 20/3
أيوة حكامل الأربعة على ثلاثة تي تكعيب تي تربيع عذرا، فهذا حيصير دي تي. فصراحة صار دبليو ناقص 20 على 3، طبعا هذا من زيرو لتي، هذا حيصير 4 على 3 هذا كونستنت، وتي تربيع حصير تي تكعيب على 3. لاحظوا حدود التكامل من زيرو لتي، فصراحة صار عندي الدبليو بيساوي 4 تي تكعيب على 9، والناقص 20 على 3 اجت وصارت زائد 20 على 3. لما بدي اعوض التي قيمتها 2 حتصير عندي الدبليو بتساوي 4 9 2 تكعيب زائد 20 على 3، بصراحة صارت 4 في 8، صارت 4 في 8 32. هذه حضرب هذه حضرب هذه في حضرب هاي في 3 على 3، بصراحة صار عندي، وهذا هعوض بدالها 8، صار عندي صراحة ال W بتساوي اللي هي 4 على 3 8 زائد 20 على 3 اللي هذه على 9، ضربناها في 3 على 3 فصار 32 على 9 زائد 60 على 9، صار صفرة 92 على 9، يعني ال W تقريبا بتساوي 92 قسمة 9 تساوي 10، إذا يعني من ال 12 في الدرس الثاني. هذه قيمة الإيش؟ قيمة ال W إذا من ال 12 في الضرب وال تبسيط. ماشي هو عامل حاجة أبسط من اللي احنا عشناها. طيب يا إخوان احنا ممكن وليش طلعت معاك 12؟ احنا طلعت معانا 10، والله خليني أتأكد بس. 4 في 8 هو طبعا، شوفوا شباب هو اللي عمله كالتالي، انه هو راح اوجد هو عايز الفيلوسيتي عند البي، هو عمل حاجه اسهل من اللي احنا اشتغلناها، هو راح طلع الفيلوسيتي عند الاي، وبعد ما طلعها قال لك ار الاي في فيلوسيتي الاي تساوي ار البي في فيلوسيتي البي، يعني هو راح اشتغل كل الشغل عند الاي وطلع فيلوسيتي الاي الفاينل الانجولر فاينل فيلوسيتي. فهو اللي عمله انه قال لك تكامل الدي دبليو وبكامل من 20 ل دبليو يساوي تكامل الاربعه تي تربيع دي تي وكامل من الزيرو للتي، قال لك هذه تساوي 4 تي تكعيب على 3، وهذه دبليو ناقص 20، قال لك دبليو ناقص 20، وانا حط 4 في تي تكعيب اللي هي 2 تكعيب على 3، قد السالب 20 هنا، صارت دبليو بتساوي 4 في 8 32 على 3، 32 على 3 زائد 20 32 على 3 اللي هي يعني 10.66 زائد 20 صارت 30.6،
32 على 3 10.66. انا مش عارف ليش حاطط فو دبليو اي هنا 36، ما تطلع 36 باي شكل من الاشكال. يعني انا ما ادري، هو طبعا لانه حاطها 36 طلعت معاه 12، انا اتصور انها تطلع معايا، تطلع معاه الان نفس اللي طلعت ويانا. خلاص قال لك دبليو اي في ار ال اي شباب الحل هنا تاع السؤال في حاجة مش سليمة. يعني في حاجة مش سليمة في قيمة الـ WA، لكن الطريقة الله والعليم منها صحيحة. إحنا شغالين على الـ A، هذه هيها 20، فإحنا نعرف إنه تكامل الـ DW يساوي تكامل ألفا الـ ADT. هذا هو كامل من صف من دبليو نوع ل دبليو، وكامل من زيرو لتي. فقال لك دبليو ناقص 20 تساوي التكامل من زيرو لتي 4 تي تربيع تي تي، هذه تصير 4 على 3 تي تكعيب. هذه دبليو ناقص 20 جابها هون صارت زائد 20. الحين اجي احط بدل التي 2، صارت 4 على 3 اثنين تكعيب زائد 20، وهذه قيمتها بتساوي، ما بتساوي 36 بأي شكل من الأشكال يا شباب. هذا بتطلع نفس القيمة اللي احنا حسبناها، فهذه حتطلع هيها، عوض حط 4 3 واضرب 2 قوة 3 واجمع 20، هذه تطلع 30، هذا يطلع 30.67 مش 36 زي ما هو حاط كاتب. الحين بعد ما تطلعها دبليو اي، هاي طبعا دبليو اي، هو طبعا الطريقه اللي حل فيها ممكن تشوفها ابسط، يعني ار اي في دبليو اي تساوي ار بي في دبليو بي، لانه الفيلوسيتي التنجنشال عند الاي تساوي الفيلوسيتي التنجنشال عند البي. خلاص اذا حط هو 5% 30.67 تساوي 15% في دبليو البي على 15% على 15%، فصراحه تطلع دبليو البي كم قيمتها؟ قسم 30.67 بسمها على 3، لانه هذه بتعطيني ثلث. صراحه الـ WLB حتطلع 10.223. الله اكبر سهل. نفس الجواب اللي احنا طلعناه من شوي. السؤال هذا يا شباب اللي موجود هنا في شغله خطا. اوه عذرا يا شباب، انا لي ساعه بشتغل على انه تي تربيع تي تكعيب. عذرا يا شباب. إذا هو كلامه سليم، التي تربيع أصلا يا شباب، هو معطيني ألفا الـ A قيمتها 4 تي تكعيب. فإذا إذا إذا دي دبليو بتساوي، بس كويس يا شباب، يعني قصدي أنتم كذا شفتوا الحل، لو كانت الألفا قيمتها 4 تي تربيع، دي دبليو بتساوي تكامل الألفا الـ A دي تي، هنا من زيرو لتي، وهنا من دبليو نوت لدبليو، دبليو ناقص 20 اللي هي دبليو نوت تساوي تكامل الأربعة تي تكعيب دي تي من صفر لتي، وهذه حتصير تي قوة 4 على 4. إذا دبليو وناقص 20 جبناها هون صارت زائد 20. خلاص الدبليو حتساوي تي قوة 4 زائد 20، الدبليو حتساوي 2 قوة 4 16 زائد 20، هذه 36 راد بير سكند صحيح كذا. إذا دبليو الـ A كويس،
كده صحيح يا شباب، حتى لو حليتها بالطريقة اللي أنا حليتها به قبل شوي حتطلع نفس الشيء. الحين يا شبابنا W ال A في R ال A تساوي W ال B في R ال B، يعني W ال B حتساوي W ال A في R ال A على R ال B، وهذا هي 36 5% 15%. طبعا احنا قلنا انه هاي هي ثلث، صارت دبليو ال بي بتساوي 12 بير سكند. حتى لو رجعنا للسؤال بالطريقه اللي انا حليت فيها، انا كنت قلت انه دبليو نوت ال اي، كنت انا طلعت دبليو نوت ال بي نفس W نوت الـ A اللي هي W نوت الـ B اللي هي W نوت الـ A على 3. طلعت إذا تتذكروا، أعيدوا من الصفر يا شباب بالطريقة اللي أنا حلت فيها. إحنا نقولنا إنه التنجنشال فيلوسيتي، إنه التنجنشال أكسل، أول شيء التنجنشال أكسلريشن عند الـ A يساوي التنجنشال أكسلريشن عند الـ B، اي الفا اي في ار ال اي تساوي الفا البي في ار ال بي. هاي 4 ثيتا كعيب 5% تساوي الفا البي في 15%، قسمنا على 15% قسمنا على 15%، بصراحة طلع لنا الفا البي 4/3 في تكعيب. وهنا طلعت معنا الأوميجا نوت الـ A في R الـ A يساوي أوميجا نوت الـ B في R الـ B، يعني 20/5% يساوي أوميجا نوت الـ B في 15% على 15% على 15% تساوي، إذا أوميجا نوت الـ B 20/3 غير راد بير سكند. الحين دي اوميجا البي، دي اوميجا البي كامل من اوميجا نوت بي لاوميجا البي يساوي تكامل اللي هو الفا البي دي تي من زيرو لتي. هاي اوميجا البي ناقص اوميجا نوت البي اللي هي 20/3 يساوي تكامل من 0 ل T 4/3 في تكعيب دي تي. هذا حيصير 4/3 وهي تي قوة 4/4 راح دي مع دي، وهي دبليو ال بي ناقص 20/3 اجيبها هون، بس راح دبليو ال بي يساوي تي قوة 4/3 زائد 20/3، أعوض التي باثنين، 2 قوة 4/3 زائد 20/3 صار عندي 16/3 زائد 20/3، دبليو ال بي بتساوي 36/3 اللي هي 12 راد بير سكند. شوف الطريقة اللي بتريحك واشتغل فيها. أنا يا شباب بس للتنويه، أنا صراحة أخذت إنه ألف الـ A أول لما حليت أخذت إنه ألف الـ A هي 4 تي تربيع، وهي فعلياً ألف الـ A إيش هي؟ 4 تي تكعيب. يعني أنا اشتغلت على هذه في البداية بدل من اللي تحت، والمفروض إني أنا أشتغل على هذه. طيب يا اخوان الله يعطيكم العافيه، وحسنا ان شاء الله الحلقه ان شاء الله بتكون خلصت. حلينا اللي هي بعض الاسئله، حلينا زي ما شفتوا 3 اسئله غير السؤال. طبعا في عندك يعني انت شايف المدرس حاطط سؤالين وسؤالين وسؤالين وسؤالين، يعني حاطط 8 اسئله ما شاء الله، يعني حاطط كمية كبيرة من الأسئلة، ولكن الموضوع زي ما انتم شايفين بسيط. يعني هي بدل الدلتا اس اجت الدلتا ثيتا، وبدل الدبليو نوت والدبليو
اجت هذه سوري دبليو دبليو نوت اجت بدل الفي نوت والفي و والاكسلريشن اجى بداله الالفا والفورس اجى بداله التورك كويس يعني فانت لقعد الحين يعني بتشوف ايش تشوف ان شاء الله اللي هي يعني نفس المواضيع القديمه شابتر 12 شابتر 13 كيف تحسب الورك كيف تحسب المومنتم بس هذا كله في حاله الانجولر في حاله الروتيشن السلام عليكم.